وهدف ثاني للأهلي والتعادل 2-2، وتعود النتيجة لمصلحة الغرافة عن طريق نجمة البحريني جعفر عبد القادر، وأول أهدافه في اللقاء جعفر. ارتقاء جميل من المنتصر لتسجيل هدف التعادل صبحي سعيد. جعفر خداع جميل، ويا سلام عليك يا سلام، كرة جميلة من جعفر عبد القادر، هذا النجم الأنيق المتألق دائما أينما كان، سواء في الدوري القطري أو في الدوري الإماراتي عندما كان يلعب مع الأهلي الإماراتي. نفذ تكتيك معين، شوف يأشر لهاني الفخراني، تصويبة ويسجل بمجهود فردي. الرابع أهداف جعفر عبد القادر، والهدف الثامن لاحظ بتمريرة ودور الكبير من هاني الفخراني، شوف بسحبة للاعب يحرة. صبحي سعيد، جعفر، هو جعفر يصوب وحلوة، والهدف الخامس لجعفر عبد القادر. تصويبة وحائط صد، شوف وضعها متكون من إيفان وبيتران، يصعب مهمة نادي الغرافة، والحلول كما نشاهد بالاختراقات من جعفر عبد القادر، ويسجل الهدف 12. إذن يتقدم نادي الغرافة في الدقيقة 22، منها جعفر عبد القادر قام يضيع، لكن شوف تأكيد الكرة من جعفر عبد القادر، وسبع أهداف لهذا الموسم. إذن رمية 7 أمتار ناجحة في الدقيقة 28 لمصلحة نادي الغرافة اللي يتقدم بفارق 3 أهداف 13-10. الأهلي نجم الدين، مقطوعة بكل ذكاء من جعفر عبد القادر، وربما هذه أول أهداف الشوط الثاني. بالفعل جعفر عبد القادر النجم البحريني المتألق في صفوف نادي الغرافة، وتسجيله لسابع هدف شخصي لهذا اللاعب، وأول أهدافه في الشوط الثاني. 6 أهداف سجلها في الشوط الثاني، أو في الشوط الأول عفوا، وهنا أول أهداف.